مرض السكر حقيقة من أشهر الأمراض أو من أشهر أمراض العصر الحديث، وكمان تنظيم نسبة السكر في الدم والعلاج الطبي في الحالة دي بتكون ضرورية جدا ولازم تكون مستمرية على مدى الحياة. وكمان عشان نتجنب مضاعفات السكر زي مثلا غيبوبة السكر بجانب حقن الإنسولين والعلاجات الطبية التانية، في كمان حلول بديلة من الطبيعة عشان يعني نقدر يكون مرض السكر صديق ومش عدو. هنعرف الحاجات دي أكتر وأكتر من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور سيد قطب، مدير الأكاديمية الدولية لعلوم الأعشاب. وصباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد. يعني زي ما قلنا كده في البداية، مرض السكر ده مرض يعني زي ما بنقول مرض اللعين. ولازم الإنسان أو المريض يكون صديق للمرض. فبجانب بقى الأنسولين والحاجات اللي هي الطبية، عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الأعشاب والمكملات الغذائية اللي إحنا تفيدنا في إن إحنا يعني أو بتساعد في مرض السكر أو في العلاج. طيب في البداية نصحح بس حاجة بسيطة قوي، إن أي مرض هو مش مرض لعين، هو دايما المرض بيبقى ابتلاء من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيصيب به الإنسان علشان يعني يشوف صبر الإنسان. يمكن شفنا في الفقرة اللي كانت قبل كده، شفنا أن الرجل وصل لمرحلة من المرض، كانت مرض من الأمراض المستعصية اللي حتى عالميا ملهاش أصلا أي علاج. فهو أصلا اختبار للإنسان. فالسكر زي ما حضرتك وضحتي أنه هو من الأمراض أصلا العصرية اللي أصبحت أصلا مزمنة. نلاقي كتير جدا جدا من الناس النهاردة بقت مشكلة السكر يعني موجودة في العالم كله، ويصنف المرض ده من الأمراض اللي هي تعتبر الأمراض المنتشرة، ما فيش مكان في العالم إلا ما هنلاقي فيه مرضى للسكر. بس في البداية الأول لازم أقول علشان أتعرف إيه هو المكملات الغذائية أو إيه هي البدائل الطبيعية اللي ممكن تساهم وإن هي تحد من الإصابة بمرض السكر، الأول يجب علي إن أنا أعرف إيه هي الأسباب اللي ممكن وأنواع السكر اللي هي ممكن تؤدي إلى الإصابة بالسكر. بالنسبة للسكر، أي أكل إحنا بناكله في الأكل الطبيعي اللي إحنا بناكله في الوجبات بتاعتنا، سواء بقى الأكل ده فيه سكر أو فيه دهون أو فيه نشويات، الأكل ده بيتحول جوه الجسم إلى جلوكوز. طيب دكتور، أنا في نقطة بس عايزة أتوقف عندها قبل ما ندخل في الأكلات أو في الأعشاب اللي المفروض يعني ناخدها وتبقى مفيدة بالنسبة لمرض السكر أو تبقى مناسبة بالنسبة للمرض ده. مرض السكر أعتقد أنه هو مراحل، يعني في ناس بتاخد إنسولين، في ناس بتاخد علاج دوائي طبيعي. فهل يعني النوعين من مرض السكر هينفع معاهم الأكلات أو الأعشاب اللي حضرتك هتقولها لنا دلوقتي؟ برافو عليك. هو طبعا ده سؤال مهم جدا. هو أصلا الناس كلها عارفة أن السكر نوعين، لكن احنا نقول النهاردة ان السكر ثلاث انواع. عندنا بقى السكر الجيني المناعي اللي هو بيعتمد فيه المريض على الانسولين، وده طبعا بيحصل ان فيه يحصل نشاط في الانتي بادي وتخش طبعا بتدمر الخلايا بتاعة البنكرياس. طبعا النوع ده من المرضى بيستخدم انسولين طول عمره. النوع الثاني اللي هو بيبقى فيه خلل في المستقبلات بتاعة الانسولين. هو عنده انسولين بس بتبقى فيه مشكلة في المستقبلات بتاعة الانسولين، وده بيعتمد على حبوب منظمة للسكر. النوع الثالث اللي هو أصلا السكر بتاع الحمل. سكر الحمل ده حضرتك بيصيب السيدات الحوامل في أحد فترات الحمل، وده أصلا ملهوش لغاية دلوقتي علاج. علاجه الوحيد بعد الولادة بالضبط كده. ده علاجه الوحيد إن هو هياخد المرحلة اللي هي بتاعة الحمل، وبعد الحمل والوضع ان شاء الله بترجع الست طبيعيه تاني جدا. بس ده مش بيجي لكل السيدات الحوامل، مش شرط ان يجي لكل السيدات يعني، بس احنا بنقول ان هو في الكثيرات من السيدات الحوامل بيجي لهم اللي هو ايه سكر الحمل. لما نيجي بقى نتكلم عن العلاج، وخاصه بقى سواء العلاج الطبي او العلاج الطبيعي، عاوز اوضح حاجه بقى خطيره جدا جدا في الجانب ده. ان احنا بنشوف للاسف في الفضائيات وفي الدعايات الطبيه اللي أنا بقول عليها إن هي أحد أنواع الغش والنصب والاحتيال، الناس اللي بيطلعوا يقولك إن في أعشاب بتعالج السكر في 21 يوم، الناس اللي بيقولك إن في أعشاب بتعالج السكر من النوع الأول. أصلا السكر من النوع الأول ملهوش علاج على مستوى العالم في العالم كله، وإلا لو كان في حد بيدعي إن هو لقي أعشاب أو أي وسيلة أخرى غير العلاج اللي هو الأنسولين، واخد بال حضرتك؟ ده الراجل ده ممكن نديله جايزة نوبل. إذن هو مرض مزمن، يعني مرض السكر مرض ليس له علاج. تمام. طيب خلينا نقف عند النقطة دي ونتوقف ونعرف إيه البدايل. بس خلينا ناخد مدام سوريا. مدام سوريا صباح الورد على حضرتك. النور
دكتور يا حبيبتي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا عايز اسال الدكتور، انا ابني ما اعرفش هو خارج مرض السكر، هو عنده الصدفيه، هل في اعشاب تفيد مرض الصدفيه؟ طب ابن حضرتك عنده كام سنه يا فندم؟ 36. طب السكر ده يعني اصيب بيه من وهو في الطفوله ولا مؤخرا؟ لا ده مش سكر، صدفيه. صدفيه مش سكر. تمام، حاضر. طيب احنا تابعينا ودكتور سيد هيرد على حضرتك، وصباح الورد عليكي. الصدفيه دي ليها اعشاب ممكن يعني يقولنا. معلش قبل بس ما اكمل بس موضوع الصدفيه، لان احنا يمكن ان شاء الله هنرد عليها يعني ان شاء الله هنوجد لها بدائل. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع خطير جدا، نخلصه بس بسرعه كده على عجاله. احنا خلينا نخلص وناخد كمان عشان الناس برضو ايه ما تزعلش. لا انا مش هزعل حد ان شاء الله. فزي ما قلت لحضرتك، النوع من النوع الاول من مرضى السكر اللي بيعتمدوا على الانسولين ما لهمش علاج نهائي الا ان هم يفضلوا طول عمرهم ياخدوا انسولين. هنيجي بقى للنوع الثاني اللي هو قلت لحضرتك ان بيبقى خلل في المستقبلات بتاعه الانسولين، دول ممكن نقدر نقول ان الاعشاب ممكن يبقى لها دور فعال جدا جدا في الجانب ده ان شاء الله رب العالمين. لما نيجي نتكلم بقى عن ايه هي الاعشاب اللي ممكن تساهم في ان هي تعمل عملية تنظيم للسكر، عاوز اقول لحضرتك اخر ابحاث علمية اتعملت على حاجة بسيطة جدا بتترمي في الارض. هتلاقي ناس كتير جدا من الناس اصحاب المزارع وخاصة في المناطق الصحراوية بيزرعوا في المناطق الصحراوية دي نبات بيتحمل العطش ويتحمل البيئة الصحراوية اللي هو الزيتون. عارفة الزيتون؟ الزيتون. الزيتون ده حضرتك هم ده انا هقول لحضرتك ان ده بحث علمي ومعمول بقوه، معروف ان حتى يمكن في اوروبا النهارده موجود بياخدوا ورق الزيتون ده حضرتك عاملينه يعني هيربل تي وعاملينه شاي عشبي وبيتباع كمكمل غذائي بيساهم في تنظيم معدلات السكر في الدم. تبقى الفلاح بيزرع شجر الزيتون علشان ياخد الثمره عشان احنا نعملها مخللات ونعملها زيت. طب الورق بتاع الزيتون ده بيعمل فيه ايه؟ بيرميه وبيحاول يتخلص منه بالحرق؟ لا، هم اصلا قدروا، ده انا عاوز اقول لحضرتك حاجه خطيره جدا، ان لقيوا اصلا ان ورق الزيتون بيحتوي على ماده اسمها ماده البوليفينولات. البوليفينولات دي لقيوها ان هي من اقوى مضادات الاكسده على الاطلاق. وعاوز اقول لحضرتك ان ورق الزيتون اللي الفلاح بيحرق وبيرميه يعتبر من اقوى مضادات السرطان مطلقا برضه. يعني ورق الزيتون ولكن مش الزيتون نفسه. لا، ورق الزيتون واخده بال حضرتك موجود دلوقتي في الهايبر ماركت، في ناس شركات محترمه عاملينه وموجود في الهايبر ماركت، ويا سيدي اللي مش لاقيه يقدر يجيب اي فلاح يقول له اديني شويه ورق زيتون. وعند العطارين وموجود عند العطارين. شفت بقى حاجه بسيطه اهي، بنرميها وبنحرقها، لقيوا في الابحاث العلميه انها بتنظم معدلات السكر في الدم. طب هي ليه بتنظم معدلات السكر في الدم؟ ليه؟ علشان لقيوا فيها بعض المواد اللي احنا بنصنفها في كيمياء النبات ان هي نازعه للدهون او بتبتدي تعمل عمليه تكسير للخلايا الدهنيه. شفت بقى الموضوع مهم طب جدا. طب هي بتتاخد ازاي يا دكتور؟ يعني ورق الزيتون ده بيتاخد ما انا بقول لحضرتك لو احنا جبناه باي شكل من الاشكال بقى، لقيناه جاهز هنشربه زي الشاي، لقيناه مثلا عند الراجل الفلاح او عند العطار نغليه بقى، هنجيبه ونطحنه ونحط معلقه ونحطها في الكوبايه من المطحون بتاع الاوراق ونغطي، بنحط ميه مغليه عليها ونشربها لمده 10 دقائق. يعني نغطيها 10 دقائق ونشربها بمعدل 3 مرات في اليوم. انا عايز اقول لحضرتك ان ورق الزيتون لوحده ممكن يكون بديل عن بعض الحبوب المنظمه للسكر. وحاجه بسيطه جدا وسعرها زهيد جدا عند العطار. بس هل ممكن نستغنى عن العلاج الدوائي ولا مكمل؟ انا عندك نبدا نقف اهو. مريض السكر الذي يعتمد على الانسولين من النوع الاول لازم ياخد انسولين. لا، اللي بيعتمد على العادي، الدواء العادي، لو بياخد اللي هو بيعتمد على الحبوب المنظمه ممكن في الحاله دي ياخد الاعشاب تبقى بديل عن الادويه. في الحاله دي بس. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، لازم مريض السكر اصلا ينظم الاكل بتاعه، مهم جدا. دي متهيألي اول حاجه بيقول لك، هو انت مريض السكر ده بيبقى يعني بيقول لك صاحب المرض. ايوه، صاحب المرض بتاعك عشان تعرف انت المرض ده محتاج ايه بالظبط. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا اعشاب كتير جدا. هو اصلا البنكرياس ده عباره عن ايه؟ البنكرياس ده عباره عن غده. احنا عندنا في كيمياء النبات في بعض الاعشاب اللي بنصنفها وبنقول عليها اعشاب بتعمل عملية تحفيز ومنشطة للغدد كلها اللي في الجسم. الأعشاب اللي بتحتوي على المادة دي اسمها مادة الصابونين. مادة الصابونين دي موجودة في الحلبة. عارفة حضرتك انت كده لما بتروحي مثلا كافيه
وتبقى طلبه معاك ان انت تشربي حلبه، بتلاقي الراجل بتاع الكافيه ده يغلي لك الحلبه قوي، تلاقي انت حضرتك في ماده هلاميه في الحلبه كده بنسميها الهلام، وفي ناس بتحب تشرب الحلبه وتاكل الحب بتاع الحلبه ده. الماده الهلاميه دي اسمها ماده السابوناين. الماده دي بتعمل ايه بقى في الجسم؟ تبتدي تعمل عمليه تحفيز وتنشيط للغدد. تبقى الحلبه اللي موجوده جوه البيت دي ممكن تعمل عمليه تحفيز وتنشيط للبنكرياس. طب دلوقتي يا دكتور احنا عايزين نجمع بقى كل الحاجات المفيده لمرض السكر دي، او اللي المفروض مريض السكر يبدا ياخدها او يتناولها بشكل منتظم، بس عايزين نجمعها في وصفه. طيب حاضر، بس خلينا نتفق عشان بس احنا بنوصل رساله مهمه للناس. ما حدش يسمع مني الكلام ده ويقول لك ده الدكتور قال ان في اعشاب تنفع للسكر. تبقى هتنفع لمين؟ نوع معين من امراض السكر. ايوه بالظبط كده. وبعدين ده مكمل، يعني لو هياخدوه للمرض الاولاني او النوع الاول هيبقى مكمل زي المكملات الغذائيه. بالظبط، ما يمنعش مريض السكر من النوع الاول الذي يعتمد على الانسولين ان ياخد الحاجات دي كعامل مساعد مع الانسولين. طيب هنبدا بقى نقول الوصفه، ولكن احنا معانا ام رشا على التليفون. صباح الورد عليك. صباح الورد. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يخليك، ممكن كلام الدكتور؟ الدكتور معاك، اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. لو سمحت، والله انا عندي بنتي ليها 3 سنين بس عندها ديدان، واستعملت دواء ادويه كثيره للديدان بس برضه يعني ما زال برضه موجود. من عناية الاثنين. حاضر هجاوبك. حاضر. طيب بنشكرك يا مرشا وتابعينا والدكتور هيرد عليك. نقول بقى الوصفة علشان نبتدي نرد على الناس. لكل الناس اللي بيعانوا من عدم انتظام السكر، سواء بقى من النوع الاول هيستخدموها كمكمل مع الانسولين، النوع الثاني ممكن يستغنى، لا اما يستغنى او يفضل ان هو يرجع للطبيب بتاعه ويقول له ايه رايك، انا سمعت ان في دكتور بيقول كذا 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 وهستخدم الاعشاب دي مع ده. ليه بقى؟ ليه الجزئيه دي برضو مهمه جدا ننبه للناس ليها، لان في بعض المرضى ياخد الاعشاب وياخد الحبوب المنظمه الاثنين مع بعض، ده هيخفض السكر عنده ودي هتظبط عنده السكر وتخفض السكر. ايه اللي هيحصل عنده؟ هيحصل هبوط، هبوط في السكر ممكن تسبب له غيبوبه برضه. طب يا دكتور لو حد متابع مع دكتور متخصص وقال له انه مثلا ما ينفعش ان انت تبطل العلاج الدوائي اللي انت بتاخده، او يعني مش مهم اسمه ايه، اكيد مش هنقول اسمه على الهواء، هل برضه ما يسمعش كلامه ويبدا في الاعشاب؟ لا، هنعمل حاجه حلوه قوي لما نيجي نقول له على الوصفه اللي احنا هنقولها دلوقتي. هنقول له عند حضرتك حاجه اسمها الثلاث ايام الاولى. الثلاث ايام الاولى دول هنعمل ايه؟ هنستخدم الحبوب وهنستخدم الاعشاب. وهيبتدي هو يراقب، لان دايما مريض السكر بيبقى غالبا عنده جهاز عنده جهاز لقياس السكر، واخد بال حضرتك، عشان يراقب السكر بتاعه. فهنقول له استخدم الاعشاب واستخدم الادويه وتراقب في الثلاث ايام الاولى دول معدلات السكر. لو حضرتك حسيت ان انت بتستخدم الدواء مع الاعشاب ولقيت فيه هبوط، تبقى انا ممكن اقلل من جرعه الدواء واعتمد على جرعه الاعشاب. دي حته مهمه جدا جدا. طيب ان احنا وبعدين يا دكتور في ناس كمان مثلا السكر عندهم بنلاقيه فجاه ارتفع مره واحده، فبيروحوا واخدين الدواء او الانسولين بتاعهم غلط. هل الاعشاب دي بتقوم بنفس الدور الفعال اللي بيقوم بيه الدواء في الحال؟ طبعا الاعشاب زي ما قلت لحضرتك اذا استخدمت بشكل علمي واتعرف الماده الفعاله وتاثيرها وتعرفت من خلال يعني حد متخصص، هيكون لها نفس تاثير الدواء. طب والناس اللي بتكون اكتر عرضه لغيبوبه السكر برضو دي هتبقى مناسبه ليهم؟ يعني في ناس عندهم مرض سكر ولكن عندهم غيبوبه متكرره. لا، الغيبوبه دي حضرتك لما مثلاً السكر بيوصل لمعدلات مرتفعه جدا بيعدي الخمسميات والكلام ده كله بالزبط. اصلا ان شاء الله المريض لو نظم الاكل بتاعه ومارس اي نشاط بدني وابتدى يستخدم الاعشاب دي، ان شاء الله مش هيوصل لمرحله طيب الغيبوبه. ناخد مدام عزيزه، بعد مدام عزيزه توعدنا ناخد الوصفه ونبتدي بقى نرد على ايه الاسئله. مدام عزيزه من اسكندريه، صباح الورد على حضرتك. يا مدام عزيزه صباح الورد. طيب هو واضح ان احنا الاتصال في مشكله معانا. المدام عزيزه، مدام عزيزه. ايوه حبيبي. ايوه يا حبيبه قلبي، صباح الورد عليك. ايوه يا حبيبتي اتفضلي. كل سنه وانتوا طيبين. وانت بألف صحه وخير يا رب. جدا جدا يعني. يا ربنا يخليك. هتفضلي. عايزه بس اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي. هو سامعك. بصي انا عندي بنتي عندها 39 سنه، من 2007 جالها حاجه كده في عينيها، يعني قالت لي انا قايمه. معلش يا مدام عزيزه هستاذن حضرتك تعيدي لان الصوت واطي، وعلي صوتك شويه معلش. بقول لك عندي بنتي عروسه عندها 39 سنه. تمام. من سنه 2007 قامت كده من النوم وقالت لي ما بشوفش بعيني.
واخد بالك، دخنا بيها عند جميع الدكاتره ضيعنا كل اللي حيلتنا. وبعدين قالوا دي حاجه في جهاز المناعه، التهاب حاجه اسمها التهاب قزحي حاد بس في جهاز المناعه، وعايشه بالكورتيزون، وعملت بتاع 14 عمليه، كان بتاخد حقن كورتيزون في العين ب 1500 في العين، دخت بيها ولحد الان يا دوبك بتشوف ايه كف ايديها قدامها بس. حبيبتي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. علاج على طول يعني، كورتيزون قال لها مدى الحياه قطرات، وبرشام سوليبريد بتاخده 20 مللي كل يوم واحده، وماشي مع الدكتور سمير البحة هنا في اسكندريه يعني. حاضر. بس عايزه حاجه، هل حاجه في حاجه للاعشاب، لانها معاها ثلاث اطفال وارمله يعني جوزها مات بعد كده. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وربنا يخليها لك ويخليكي ليها يا رب ان شاء الله. يا رب ربنا يشفيها يا استاذه عزيزه، وتابعينا والدكتور هيرد علينا حالا ان شاء الله. طيب احنا بس ناخد معانا استاذ صبيح. صباح الورد عليك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. لو سمعت انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات وقلت لك ان عندي امفيزيما وادتني خلطه، فسؤال مركب شويه الحقيقه. انا جيت اكررها، نسيت الخلطة، نسيت عنصر منها من اللي حضرتك قلت لي عليه يعني. طب ذكرني اللي انت بنفسك ولافندر وتليو افندم. طيب حاضر خلاص، انا هعيدها لك مره ثانيه يا استاذ صبيح. والسؤال الثاني، المفروض بتاخد وقت قد ايه لو تسمح عشان يعني تبقى فاكر تجيب نتيجه يعني؟ حاضر. طب استاذ صبيح، هو حضرتك بتستخدمها بقالك قد ايه؟ ده لسه الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات، الحلقه اللي فاتت. الاسبوع اللي فات. طيب بنشكرك وتابعنا. تحسن الحقيقه، طفيف يعني بسيط، بس الحقيقه في تحسن يعني. طيب الحمد لله والف سلام عليك وصباح الورد. طيب خلينا ناخد ام يحيى. ام يحيى صباح الورد عليكي. ايوه صباح الورد، اهلا بيكي اتفضلي. وعليكم السلام، صباح النور. صباح زي الحمد لله يا حبيبتي. اهلا بكلم الدكتور لو سمحت. سامح حضرتك، اتفضلي اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا عندي هتهبي على الكلى وعلى المراره. حصوات على الكلى والمراره. الكلى والمراره. ايوه، ورمل على المراره تقريبا زي ما قال يعني الدكتور، كان قال رمل على المراره. طيب حاضر هجاوب حضرتك ان شاء الله. حاضر. طيب بنشكرك عليكي وعلى الميه بقى كمان. عليكي. ومعانا استاذه نبيله صباح الورد. استاذه نبيله هتسمحك توطي صوت التلفزيون؟ توطي صوت التلفزيون، اكتبوا الاسئله عشان ما ننساش. صباح الخير. صباح الورد. لو سمحتي، انا عايزه استشير الدكتور. انا عندي المراره بتفرز املاح، الاملاح عملت طفح في جسمي وهرش جديد. اخدت دواء اسمه كولسترون، لما اللي بيلم الاملاح من الجسم وبينزلها مع البراز. انا اسفه، فدلوقتي الكولسترون مش موجود نهائي، دقنا عليه. تمام. فانا عايزه ان كان في اعشاب تنزل تخفض الاملاح اللي بتطلع من المراره. انا عندي حصوه في المراره بس سنتي و2 مللي. حاضر. يعني عايزه حاجه تقلل الاندفاع الشديد من الاملاح للمراره. هي العلاج الجراحه ولا في اعشاب؟ طب حضرتك بتعاني من المشكله دي يا استاذه نبيله بقالك قد ايه؟ والله يعني طبعا رحت لاكثر من دكتور جلديه لغايه ما اكتشفوا ان من دي يعني. الاول قالوا حساسيه ضوئيه وقالوا حساسيه، المهم يعني بقالي مثلا يجي 8 9 شهور بس الطفح خف، بس في اثاره. لكن الهرش ما زال بيجي ويروح، بس مش بقوه الاول. الكوليسترول عمل تاثير حلو يعني، بس مش موجود. وبعدين مش ممسك. طيب وانا بطبعي ممسكه، فبضطر اخد ادويه ملينات كتير كده يعني. طيب حضرتك تابعينا والف سلام عليكي، والدكتور هيقول لنا ان شاء الله على علاج كويس. صباح الورد. نقول بقى الوصفه، نقول الوصفه ونبتدي بقى نرد على الناس عشان ما نزعلش حد مننا. طب احنا بس عايزين كل الناس دلوقتي تمسك ورقه وقلم وتكتب وصفه لكل اللي بيعانوا من مرض السكر. اتفضل. اول حاجه بذر البصل. بذر البصل ده رقم واحد، لان انا قبل كده في حلقه سابقه قلت ان البصل في ماده اسمها ماده الجليكونين، وهي ماده شبيهه بالانسولين وليست انسولين. لان للاسف في ناس كتير جدا من مدعي علم العلاج بالاعشاب يقول لك في اعشاب فيها انسولين،
الانسولين ملهوش غير مصدرين، مصدر حيواني ومصدر انساني. الحيوان الامبيور والانساني اللي هو البيور اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بينتجه بشكل طبيعي من خلايا البنكرياس. فعشان ما حدش بس يبيع لنا الوهم ويقول لنا ان في اعشاب فيها فيها انسولين. أوكي. تبقى بذر البصل. عندنا الحلبة، ورق الزيتون، الشمر واليانسون، والبردقوش، وحاجة أخيرة اسمها زر الورد. تبقى هم سبع أعشاب معانا. دي متوفرة كده يا دكتور؟ متوفرة بسهولة جدا. أنا خلي بالك أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة، أنا كل يوم بقرأ بحث جديد في موضوع الأعشاب. بس أنا بحاول إن أنا دايما في كل البرامج بتاعتي إن أنا أقول الأعشاب المتوفرة لا إما في البيت يا إما عند العطار. يعني متناول إيد الجميع يعني مش غالي. يعني ما بحاولش إن أنا أروح مثلا أقول أي اسم وهمي علشان الناس تبتدي تلف وتدور عليه وفي الآخر يقولوا إيه طب نتصل بقى بالدكتور سيد ناخده من عنده وانصب عليهم بقى. لا أنا بحاول أقول الأعشاب اللي هي الإيه اللي متوفرة عند جميع الناس. طب دكتور عايزين نعيدها سريعا بس عشان ما نلحقش هنرد. في بذر البصل والحلبة وورق الزيتون. أيوة. وإيه بقى تاني؟ الشمر واليانسون. أيوة. والبردقوش وزر الورد. زر الورد والبردقوش. بالظبط كده. طيب. هتجيب 50 جرام. قبل كده قلنا ليه بنجيب نسب متساويه؟ قلنا علشان معظم اللي في التركيبه دي مواد فعاله تبتدي تتجمع مع بعض وتدي تاثير قوي جدا على الجسم البشري. تبقى هنجيب 50 جرام من كل نوع ونطحنهم ونخلطهم مع بعض نحطهم في اي برطمان زجاجي علشان نقدر نحفظه. وبعد كده هناخد معلقه ونحطها في الكوبايه ونصب الميه المغليه ونغطيها لمده ربع ساعه وتتشرب بمعدل 3 مرات في اليوم بعد الاكل بساعه. طبعا. بعد الاكل بساعه. ونحاول يا مريض السكر نظم الاكل بتاعك وحاول تمارس اي نشاط بدني. الست اللي هتقول لي انا قاعده في البيت ومش هقدر اروح جيم، يا ست امسكي الانترين اليه من المكان ده للمكان ده عادي جدا. يعني مريض السكر عادي ممكن ان هو يلعب رياضه طبعا ويمشي على تريد ميل ويجري يعني عادي مفيش اي مشكله خالص. طيب مرض نرد بقى على مرض صديق مش مرض لعين. طيب نرد بقى على الاسئله. كانت مدام سرية بتقول ان ابنها عنده 36 سنه وعنده الصدفيه، كانت عايزه علاج لمرض الصدفيه. كويس. بالنسبه للصدفيه قلنا قبل كده ان الصدفيه منشاها مناعي، فلازم مريض الصدفيه تحديدا ياخد اعشاب داخليه وياخد حاجات خارجيه. فهنقول لكل الناس اللي بيعاني من الصدفيه هناخد الحاجات المثبطة للمناعة وهنتكلم عنها كتير بعد كده في بعض المشاكل زي مشكلة الأخ صبيح والكلام ده كله. واخد بال حضرتك؟ فعلى طول الناس اللي بيعانوا من الصدفية هنجيب البنفسج، لافندر، بابونج، أزريون الحدايق. لا خلي الأخرانية أربع حاجات هم. لافندر، بنفسج، بابونج، أزريون الحدائق. أزريون الحدائق. أيوه. ده موجود في عند العطار موجود برضك عند العطارين وممكن يبقى معروف عند العطار باسم الأقحوان. احنا قلنا الأقحوان ده قبل كده ماشي كدا. لكن هو أصلا مش الأقحوان. هو دي تسمية غلط من العطار نفسه، بس خلينا نقول مجازا ان هو معروف. طيب عند العطار. 50 جرام برضو من كل حاجة. ما انا جايلك اهو عشان بسمع تليفونات كتير. ماشي حاضر. وهنجيب بعد كده ايه حاجة اسمها الحلفبر وبذر الكرفس. الحلفبر والبذر الكرفسي مع الأربع حاجات دول، وبرضك هنجيب مثلا 50 جرام من كل نوع وهنطحنهم ونخلطهم ونشربهم زي الشاي الكشري بمعدل 3 مرات في اليوم. والمدام هتجيب ايه بقى لابنها؟ هتجيب زيت البابونج وزيت البردقوش وزيت اللافندر وتبتدي تدهن له اماكن الصدفيه. وان شاء الله لو مش على الموضوع ده لمده شهر ونظم الاكل بتاعه وابتدى يقلل من الدهون والالبان ومشتقاتها ان شاء الله الصدفيه هتبتدي تقل عنده. ان شاء الله وربنا يشفيه ويعافيه. ناخد مدام سوزي. مدام سوزي صباح الورد على حضرتك. مدام سوزي. طيب. الورد والجمال. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. أهلاً تفضلي. اهلا بيكي تفضلي. تفضلي يا فندم. ممكن اسال الدكتور؟ هو سامح حضرتك تفضلي. انا بنتي عندها 20 سنه. تمام. وطلع لها في وشها في الوقت اللي احنا فيه ده زي بقع حمراء. تمام. بعد البقع الحمراء دي ببص لقيتها بقت غامقه. ماشي. وتحت العين بتاعها اسود، يعني مش اسود، غامق. تمام. بتعمل الخيار ده تحت العين وكده بس ما بيروحش الغمقان. تمام. والبقع اللي موجوده ديت الحمار ده لقيناه بقى على بيج داخل على بني. طب عملتي تحاليل او حاجه وعرفتي ده ايه ولا لا؟ هو ما عملتش لا تحاليل ولا حاجه، انا بقول من الساعه. لا بصي يا اختي معلش يا جماعة الله يصلح حالكم،
اي حد بيشتكي من مشكله مرضيه لازم الاول يروح لطبيب، الطبيب يشخص لنا الحاله وبعد كده نقول والله الطبيب قال لنا ان هي عندها كذا او هو عنده كذا. اصلا دور الطبيب في التشخيص يا جماعه ما ينفعش ان احنا نقول بقى من نفسنا استلهالات السودا اللي طالعه لها تحت العين دي بسبب مثلا ممكن يكون عندها مشكله في الكبد وانت مش عارف، ممكن يكون عندها مشكله مناعيه وحضرتك مش عارف. طيب ممكن يعني المشاكل كتير جدا يا جماعه، ارجوكم نرجع للدكاتره في المسائل اللي زي طيب احنا بنشكر حضرتك وتابعينا. خلينا بس نرد كمان سريعا على ام رشا، بنتها عندها 3 سنين وعندها ديدان وبتقول لو في وصفه اعشاب مناسبه ليها تخلصها من المشكله دي. طيب بصي بالنسبه لموضوع الديدان حضرتك في حاجه عند العطار كلنا عارفينها اسمها الشيح، واخده بال حضرتك؟ الشيح ده للاسف مشكلته ان هو بس بيبقى شديد المراره لكن هو قاتل للديدان وبيطارد للديدان، فاحنا هنجيب الشيح وهنجيب حاجه اسمها الراوند، الشيح والراوند. هنجيب الشيح 100 جرام وهنجيب الراوند 25 جرام. الراوند ودوره هنا في الموضوع ايه؟ ان هو يبتدي طارد او مضر للفضلات، واخد بال حضرتك؟ لان الشيح هو اللي هيموت الديدان وبعد ما تموت في جدار المعده احنا عاوزين نخرجها خارج الجسم. طيب خلينا ام يحيى كانت ومدام نبيله تقريبا كان عندهم نفس المشكله، الحصايه الكلى وعلى المراره. لا هي مختلفه يعني شويه يعني، بس عموما لكل الناس اللي بيعانوا من حصوات المراره لان هناك اختلاف ما بين حصوات الكلى وحصوات المراره. حصوات الكلى دي مشكله وحصوات المراره دي مشكله تانية. طبعا المشكله الاخت قالت انها عندها حصوات المراره تقريبا 2 ملي، فدي مثلا بفضل الله ممكن ما تكونش محتاجه تدخل جراحي. اللي بيبقى محتاج تدخل جراحي حجم الحصوه من بعد الخمسة ملي. فناخد الفجل، عارفه حضرتك الفجل؟ في منه الفجل الابيض وفيه الفجل الاحمر. هنجيب الفجل دي ونقطعه شرايح وتغليه مثلا مقدار 100 جرام على نص لتر ميه، تغليهم لمده نص ساعه على النار، تسيبهم مغطيين وبعد كده تبتدي تشربها بمعدل 3 مرات في اليوم. طيب دكتور استاذ صبيح معلش بالظبط ما انا سريعا عايزين استاذ صبيح بس الوصفه بتاعته. هنقول له الوصفه بتاعته البنفسج، اللافندر، ورق الجوافه، التليو، اليانسون، والزعتر واللبان الذكر. طيب احنا طبعا عايزين نعتذر لكل مشاهدينا ان احنا ما قدرناش نستقبل كل تليفوناتكم، ولكن ان شاء الله دكتور سيد هيكون معانا يوم الاثنين اللي جاي وهيجاوب على كل اسئلتكم. دكتور نورتنا وشرفتنا. شكرا. دكتور سيد قطب مدير الاكاديميه الدوليه لعلوم الاعشاب، صباح الورد عليك. صباح الورد. صباح الورد على حضرتك يا دكتور، وان شاء الله على لقاء بيك بقى يوم الاثنين القادم ان شاء الله.